ما خصش الزيت تكون جاريه، الا كانت جاريه راه مخدومه، كانت خاتره راه زوينه. الزيت ما تكون خضراء، ما تكون صفراء، وتكون فيها واحد شويه واحد اللمطه ديال الحروريه، وتكون فيها ريحه الزيتون الاصيلي. الا بغى الربح السريع هو طفى وطفى راسو وجلس الله. تجيبوا شي كونتيتي كبيره ديال لي سيور، وتيجيبوا زيت بلديه مليحه وتيخلطوها وما تتبانش، تتبقى ريحه الزيتون، ولكن باش تبان تتكون جاريه. المغاربه رخاص عندنا، ها تا الزيت واللي صيفط لي الزيت تقليد عليه، يديها اللونصا يديها فين ما عجبو. ها انتوما اخوتي المغاربه، ها باش ما يضحك عليكم حتى واحد، ها هي شوف كي تتبقى لاصقه في الخبز، شتيها تتبقى لاصقه، اما هذيك اللي مخلطه غادي تخشيها كوتا تهزيها وتبقى الخبز، تبقى الخبز بيض. شعطيت محمد من مواليد 1977 بمدينه بني ملال جامعه فمر عنصر، وانا تنبعد على بني ملال بشي 10 كيلومتر يعني في الشلوح، والحمد لله حنا راه ديما عند حسن الظن ديالهم، لا في اللحم لا في الزيت لا في العسل لا في اي حاجه. وبالنسبه خويا للزيت، هذا الزيت راه ديالي انا، تنشريو الزيتون وتنطحنوه في المعصره، وكي تنجيبو من المعصره في الباده ديالو تنخليوه، يعني من المعصره لعند المواطن. انا تنطحن الزيت وتنديرها في الباده وتنصيفطها للناس في المغرب كامل، اي مدينه في المغرب تنصيفط لها الزيت، والحمد لله لقينا واحد الاقبال كبير 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 بزاف. والزيت اخويا راه كنا تنبيعها ب 18، دابا باش طلع الزيتون راني داير لها 19، وكاينين الناس اللي تيبيعوا ب 100 درهم 2000 و 100 2200، وحنا 19 وحاجه زوينه، واللي صيفطها لي يديها للابوراتوار يقلبها كاع، الا ما طقش يقلبها، او لا يعطيها لشي واحد اللي تيعرف الزيت ويرد علينا الخبر. والحمد لله شحال من واحد صيفطنا ليه الزيت، كاين اللي صيفطنا ليه 100 لتر، كاين اللي صيفطنا ليه 400، كاين اللي صيفطنا ليه 200، كاين اللي صيفطنا ليه 1000، كاع الحمد لله، وما كاينش، بالعكس الناس شكروا الزيت ديالنا وتيدعمونا باللايكات وتيعاونونا بلي كومونتير الحمد لله، وحنا غاديين بخير وعلى خير. اكثر يا بالسيف، راه بالسيف ما يكثر التخلويط، دابا شكون اللي تيخلوط؟ دوك الناس اللي عندهم المعصرات كبارات اللي ما تيخافوش الله. اما بالنسبه عندنا هنا ما كاينش هذاك الشيء، بالنسبه لهاد المنطقه ديال فم العنصر عندنا هنا تا جزيره القصيبه هذا ما كاينش هذاك الشيء. جوايا اخرين راه يكون، اللي ما تيقنعش راه تيغش، ولا غش راه ما غش غراس، باش يعرفوا الزيت مزيانه هي تكون الزيت ما تكون خضراء ما تكون صفراء، وتكون فيها واحد شويه واحد اللمطه ديال الحروريه، وتكون فيها ريحه الزيتون الاصيلي، هذيك هي الزيت، وتكون خاطره، هذيك هي الزيت. واش شي بعض راه تيبيعوا الزيت ب 16 100 15 100 وتيديوها من عندهم الناس، اش تيديو مساكن لو سيور؟ وتنتاسف لهذوك الناس اللي ما تيخافوش الله على هذاك الشيء اللي تيديروا، راه حشومه 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 بزاف. اللي تنسمعوا حنا تيجيبوا شي كونتيتي كبيره ديال لي سيور، وتيجيبوا زيت بلديه مليحه وتيخلطوها وما تتبانش، تتبقى ريحه الزيتون، ولكن باش تتبان تتكون جاريه، ما خصش الزيت تكون جاريه، الا كانت جاريه راه مخدومه، كانت خاتره راه زوينه. هذاك الشيء ما خدام، شحال من معصره سدوها؟ راه واحد انا في الفقيه بن صالح، راه الدولي مارشي 700 مليون ديال الزيت، الدولي لا المزيانه لا الخايبه. ها هو صدق مدمر راسو وشمعوا لي المعصره، علاش؟ وعلاش ما نجيبش حاجه مزيانه ونعطيها للمواطنين ونبقى بوجهي احمر ويشكروني الناس كما تيشكروني انا في كومونتير؟ علاش؟ بنادم بغى الربح السريع هو طفى وطفى راسو وجلس الله. كنجني عندي الزيتون ديالي الحمد لله، راه وريته للمشاهدين شافوه، عندي الزيتون ديالي تنقابلو تنلوح ليه الغبار ديالو تنزبرو تنسقيه بالماء ديال الواد وتنطحنو تنبيع للناس، باش يتقاد هذاك الزيتون ديالي تنولي نشري من عند الفلاحة وتنطحن وغادي ياكل. المهم من غش انا فليس منا، بغى شي كونتي تنصيفط ليه لاي بلاصة في المغرب وتتوصلوا السلعه عاد يخلص، نشرطها معاه تتوصلوا السلعه عاد يخلص، اولا نصيفط ليه الشونتيوم من هنا يشوف. ما نديرش 100 درهم انا مع المساكين، واش صاحبي الازمه ونزيدوا على الناس؟ بغيت الربحه الفرنك، الربحه انا غا 60 ريال، الربحه غا 5 درهم، بركه عليا، ونبيع وكاع واخا ما نبيعش الكثره، اللي دا الزيت يترحم لي على والديا ويقول ايوا هذا هو الرجل ولا حي. وتتزيد لقدام، ولوفه داو من عندي، شحال ديال الزيت داو من عندي الناس؟ والاساتذه غنى الشخصيات اللي واصله واصلين ومساكن وتيصوريو لي وتيقولوا لي تنشكروك 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 بزاف على هاد الثقه ديالك اللي درتي فينا، تنصيفط لهم السلعه حتى لعندهم عاد يخلصوها اولا، وقال لك وعلى هاد الزيت اللي عطيتينا اسيدي ما عندنا ما نقول. حتى الزيتون ها هو مستي حبه حبه، نوريو للمشاهدين، ها هو حبه حبه
14 ميل البيدو هاهو، راه فيه 4 كيلو هاهو، ها الاخر هاهو مستي حبة حبة، كاين شي وحدة خايبة ولا منا داكشي مريقل. ها الزيت تا هي، اللي بغى شي حاجة مرحبا به، الرقم ديالي هو غادي يطلع عند الشاشة، وهو غادي نقولوا لكم 06 11 87 01 98، 06 11 87 01 98. اللي بغى شي حاجة، لا الريستورات لا المطاعم، الزيت ولا اللحم ولا العسل، نصيفطوا ليه في اي مدينه بغا. وعندي كلاصيرات فاش تنصيفط اللحم، وعندي المسائل ديالي فاش تنصيفط ثاني الزيت والعسل وهذا، والحمد لله. ونصيفط ليه البور ديال السلعه، لا في العسل لا في الزيت لا في الزيت ولا في كلشي. هذا الشيء هو اللي باغي انا من الحياه ديالي كامله، نبقى زوين مع الناس، تنموت ويترحموا عليا الناس ويترحموا عليا ولادي وكاع اللي تيعرفني. المغاربه رخاص عندنا، ها ها الزيت، واللي صيفط لي الزيت تقليد عليه، يديها اللونسا يديها فين ما عجبو، ولا ما تصابش رقم واحد انا تنتحمل المسؤوليه. الحمد لله حنا راه تنحاولوا نجيبوا الجوده.